UNFM 91.2. قصص الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، اليوم نتحدث عن قصة ابني آدم، قابيل وهابيل. هذه القصة وردت في آيات كريمة في سورة المائدة، وفيها يقول رب العزة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذه مجموعة من الآيات تبدأ من الآية 27 إلى الآية 32 من سورة المائدة. هذه الآيات أحبتي في الله جاءت في أعقاب حديث طويل عن رذائل قوم موسى الذين خالفوا نبيهم عليه السلام وامتنعوا عن طاعته، وقالوا له بكل صلف وسوء أدب: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. لسائل من الأحبة الكرام أن يسأل: ما علاقة قصة قابيل وهابيل مع قوم موسى؟ الآن ندرك ذلك بعد قليل أحبتي في الله. المقصود من كل ذلك هو التخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من قومه، ويريد سبحانه أن يبين أن الذين عصوا أنبياءهم وأن الذين اعتدوا عليهم قد اقتفوا الطريق الذي سلكه قابيل في عدوانه على أخيه هابيل. وكأن الله يقول: اقرأ يا محمد على الناس بالحق الذي لا يحوم حوله باطل لكي يعتبروا ويتعظوا. قصة ابني آدم وهما قابيل وهابيل، حيث قدم كل واحد منهما قربانه، أي صدقة يتقرب بها إلى الله تعالى، لكننا نجد أن الله قد تقبل صدقة هابيل لصدقه وإخلاصه، ولم يتقبل صدقة قابيل لسوء نيته وعدم تقواه. فقال قابيل على سبيل الحسد والظلم لأخيه هابيل: لأقتلنك بسبب قبول صدقتك من الله دون صدقتي. فكان أحبتي في الله رد هابيل المخلص التقي على أخيه قابيل الظالم الحسود إنما يتقبل الله من المتقين، أي يتقبل الله تعالى الطاعات والصدقات من عباده الذين اتقوه، أي الذين يخشونه في السر والعلن، وليس من سواهم من الظالمين من الحاسدين لغيرهم على ما آتاهم الله من فضله. فعليك أن تكون من المتقين لكي يتقبل الله منك. دروس وعبر وعظات سبحانك يا الله تعلمنا من خلال قصصك الذي أوردته بكتابك العظيم هذه العبر وهذه العظات. لذلك نحن ماذا علينا أن ندرك؟ أن ندرك هذا البون الشاسع، الفرق الكبير بين الأخوين من أم واحدة ومن أب واحد، الاختلاف في الأخلاق والطباع والسلوك. لذلك أحبتي في الله نحن نعلم هذه القصة من كثرة ما قرأنا كتاب الله، لكن نحن علينا أن ننظر أن المتدبر فيها في هذه القصة العظيمة يرى ألوانا من العظات الحكيمة والعبر البليغة والدروس المفيدة التي من أهمها نحن نذكر هذه لنتعظ لتكون لنا درسا في هذه الحياة. من أهم هذه العظات أحبتي في الله أريد أن أقف معكم عليها، العبرة الأولى أن هذا القرآن من عند الله،
لماذا؟ لأن هذه القصة وأمثالها لم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم علم بها، وإنما أخبره الله تعالى بها وبغيرها من القصص الذي أورده كتاب الله. بهذا الأسلوب المؤثر البليغ وبهذا البيان الصادق الأمين، لماذا؟ لينتفع العقلاء بما في هذا القصص من هدايات وعظات وصدق لله، إذ يقول سبحانه: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. ما معنى العزيز؟ العزيز هو القوي الذي لا يغلب ولا يقهر. تارة أحبتي في الله، إن كنت قويا ربما يتصل قوتك بك إلى التهور والجبروت، لكنه يقول لك: أنا الله، أنا عزيز، لا يغلبني أحد ولا يقهرني أحد، ولكن قوتي ما استعملتها قط إلا لحكمة وعبرة، أنتصر للمظلوم وأدافع عن المقهور ولا أتسلط على أحد. إذن هذه إخوتي في الله، هذه العبرة الأولى التي نأخذها. ثم نريد أن نقف على عبرة أخرى، هي أن تقوى الله تعالى وإخلاص النية لله سبحانه في الأقوال والأعمال أساس القبول عنده. ومن الأدلة أيضا على ذلك، تعالوا لنستعرض، لأننا نريد أن نتدبر، لأن الحبيب والله العظيم يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لذلك أحبتي في الله، الله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن من كل ذلك يتبين لنا صدق ما حكاه القرآن الكريم عن هابيل، وهو ينصح أخاه قابيل بقوله: إنما يتقبل الله من المتقين. الأمر الذي نجده فيما بعد أن الناس في كل زمان ومكان فيهم الأخيار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وفيهم الأشرار الذين إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. أما الأخيار فنراهم بوضوح في شخص هابيل الذي حكى عنه القرآن الكريم أن نصح أخاه بتلك النصائح الحكيمة، نصحه بتقوى الله لكي يقبل عمله، نصحه بمراعاة حقوق الأخوة وما تستلزمه من بر وحب، ونصحه بعدم الإقدام على تلك الجريمة النكراء وهي القتل، نصائح ثلاثة. وأما الأشرار فنراهم بوضوح أيضا في شخص قابيل الظالم الحقود الذي لم يستمع إلى نصائح أخيه، بل تغلبت عليه شقوته فأقدم على قتل أخيه بدافع الغل، بدافع الحسد. أخيرا علينا أن ندرك أن رذيلة الحسد إن تمكنت من النفس أوردتها المهالك وزينت لها البغي والطغيان والإثم والعدوان، وهي قصة ابني آدم، نراها في هذا المعنى واضحة. فإن حسد قابيل لهابيل على رأس الأسباب التي حملته على قتله، وكان هذا القتل من الأخ لأخيه، هي أول جريمة قتل على ظهر الأرض. أحبتي في الله، إن ندم الإنسان على ما وقع منه من أخطاء لا يرفع عنه العقوبة، لأن هذا الندم أمر طبيعي يحدث لكثير من الناس في أعقاب ارتكابهم للشرور والقبائح. أما الندم الذي قد يرفع العقوبة عن الإنسان، وهذا الذي أريد أن أؤكد عليه أحبتي في الله، فهو الذي تعقبه التوبة الصادقة التي تجعل الإنسان
يعزم عزما أكيدا على عدم العودة إلى ما نهى الله تعالى عنه في الحال أو في الاستقبال، وعليه أن يتأسف على ما كان منه في الماضي وأن يرد المظالم إلى أهلها. نقف عند هذا على أمل اللقاء بكم غدا إن كان لنا في العمر بقية لنتحدث عن نبي من أنبياء الله الصادقين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.